بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم اعزائي في هذه الحصه الجديده النادره من حصص اللغه العربيه. سنلتفت اليوم الى ماذا؟ الى نص في المنفى، هذا النص الجميل، وسنجيب على ايديكم الطيبه باقه من اسئله الكتاب في هاتين الصفحتين، في الصفحه 80 والصفحه 81، فجهزوا كتبكم. هذه الاسئله التي سنلتفت اليها سنقوم بشيء من التهذيب، سنقوم بتهذيب بعض الصياغات اللغويه الوارده فيها، وسنضيف عليها اسئله من باب التسهيل، تسهيل الفكر الرئيسه التي تحلق او التي حلقت في فضاء هذا النص الشعري الطويل الجميل. سنفتتح هذا بقولنا أكمل. أمامنا هذه العبارات، سنجيب، سنملأ الفراغ في هذه العبارات من خلال إجاباتكم الموفقة. أكمل، من يقرأ؟ يقرأ عامر، هيا عامر. يزاحم عامر من بين الطلاب المجتهدين فيقرأ، تفضل يا عامر. يقول عامر: شعر النص هو فراغ خليل القيسي. من يملأ هذا الفراغ بالكلمة المناسبة؟ قال يوسف: إنه محمد خليل القيسي. شكرا له. العاطفة المسيطرة عليه، من يقرأ من جديد؟ قال عزيز: العاطفة المسيطرة عليه في القصيدة هي مزيج من فراغ إلى الأهل وفراغ في العودة إلى ثرى كفرعان. جميل، من يجيب أو من يملأ الفراغ الأول؟ تقول غيداء: هي مزيج من الشوق إلى الأهل. جميل، ومن يكمل؟ قال حسن: والأمل في العودة إلى ثرى كفرعان. ها هو الكلام الطيب. جميل، إلى العبارة الثالثة. اقرأ يا أيهم. يقول أيهم: كتب الشاعر نصه على ذلك شوقا إلى فراغ وفراغ، وأملا في فراغ إلى فراغ قريته الأولى. من يملأ الفراغ الأول من العبارة الثالثة الطويلة؟ تقول منال: كتب الشاعر نصه على ذلك شوقا إلى أهل. جميل، وفراغ في وفراغ. يقول يوسف: وأصدقائه. جميل يا يوسف، وأملا في فراغ. نعم، يزاحم حسن ويقول: وأملا في العودة إلى فراغ قريته الأولى، يعني وأملا في العودة إلى ربوات قريته الأولى. وردت ربوات بتسكين الباء في النص، وهذا لحاجة في نفس الشعر، ربوة ربوات كشهوة شهوات. ما زلنا في رحاب هذه القصيدة. الآن إلى الباقة الجديدة، أو إلى باقة جديدة من الأسئلة مع التهذيب لها، وردت في الكتاب. نصادف في هذه القطعة أو في هذه الصفحة عنوانا جديدا يقول: الفهم والاستيعاب. سنختار أو اخترت لكم من أسئلة الكتاب هذه الأسئلة التي تحمل هذه الأرقام. السؤال الثاني، سنفتتح بالسؤال الثاني من أسئلة الفهم والاستيعاب. من يقرأ؟ يقرأ عامر فيقول: ما الزاد الذي يعيش به الشاعر في المنفى؟ نعم، أجاب يوسف فيقول: زاد الشاعر هو ذكريات طفولته الأولى. شكرا لهما. أيهم اقرأ لنا الثالث. يقول: ما تأثير الأحلام على الشاعر؟ تقول غيداء: أحلامه نور ونار. كيف ذلك يا غيداء؟ تقول غيداء: أحلامه نور ينير منفاه المغبر، ونار بالمقابل تحرق روحه وجسده. شكرا لها. إلى الرابع المنتقى من أسئلة الفهم والاستيعاب. عدد بعض الأشياء. هي من يقرأ؟ يقول حسن: عدد بعض الأشياء التي تعذب أو التي تعذب الشاعر وتقلقه بمنفاه. نعم، من يحاول؟ ناصر يقول: يقاسي الشاعر من طيوف الأمس التي تلاحقه وذكرياته الأولى. يقاسي الشاعر من طيوف الأمس التي تلاحقه وذكرياته الأولى التي عاشها على ربوات قريته الأولى. شكرا لك يا بني.
ما السؤال؟ إلى السؤال الخامس اقرأ يا منال. تقول منال: ما السؤال الذي يجرح الشاعر؟ تقول سائلة: إنه سؤال ليلى، وهو: متى تشفى من الشجن؟ جميل. إلى السؤال السادس، من يقرأه؟ يقول عزيز: أنا. لو أذنت لي تفضل يا عزيز. يقول: بما صور الشاعر الوحشة، صورها بجرد القدر يلتهم أحلامه بلا رحمة. إجابة موفقة يا عزيز. سننتقل الآن إلى باقة أخرى من أسئلة الكتاب مع التهذيب، إنها معنونة بالمناقشة والتحليل. اقرأي يا غيداء. تقول غيداء: ما أبرز ملامح الصورة الفنية التي رسمها الشاعر للغرباء؟ نعم. يقول حسن: تتلخص ملامح الصورة في تحول الغرباء إلى عناكب تنسج في عيونه خيوطا سوداء من الوحشة في عالم مجدر بالحشرات والغبار. شكرا جزيلا. إلى السؤال الثاني، هيا يا ناصر: كيف كان الحب بريشة الشاعر في قرية الأولى؟ من يعبر لنا عن مضمون هذا السؤال؟ أو من يعبر أو من يجيب لنا عن السؤال ببساطة؟ تقول غيداء: كان الحب بين الأهل والأصدقاء في قرية الأولى عميقا قويا، فقد كان الكبير يرأف بالصغير، وقد كان الصغير يحترم الكبير. إجابة موفقة يا ابنتي. إلى السؤال الثالث المختار من أسئلة المناقشة والتحليل، يزاحم حسن ملوحا بيده اليمنى فيقول: لو أذنت لي سأقوم بالقراءة. اقرأ يا حسن. وضح دلالة ما يلي. سنختار ألف أو جيم. سنختار ألف، يعني سنختار السؤال الأول، سنختار الفرع ألف والفرع جيم من هذا السؤال الكبير. يقول حسن أو يقرأ حسن أو يواصل حسن قراءته فيقول: وحلم أخضر يروي سر نشوتنا. هذا تنوين الشاعر. نعم، من يحاول أن يوضح لنا دلالة هذا التعبير الجميل؟ يقول عزيز: لو أذنت لي. تفضل يا عزيز. يقول: يدل هذا التعبير على مدى تعلق الشاعر بوطنه الكبير وقسوة المنفى عليه. شكرا يا عزيز. إلى يوسف السلمي، هيا يا يوسف السلمي، ما بالك صامتا. يقول يوسف: وأقتات الفراغ الرحبة أنحر فيه أيامي. جميل. هيا يا أيهم، بما يوحي هذا التعبير؟ يقول: يوحي هذا التعبير يا أستاذ بقسوة المنفى بالشاعر المغترب الذي يعبث في أو الذي يبعث في جسده السقم. يدل التعبير أو يوحي بقسوة المنفى بالشاعر المغترب الذي يبعث في جسده السقم والمرض. إجابة موفقة يا بني، بارك الله فيك. إلى باقة أخرى، من يقرأ لنا الرابع؟ نعم يا محمد الهمس. يقرأ محمد. يقول: وضح جمال التصوير فيما يلي. نعم، إلى الصورة الأولى: تهدهد جفننا الأحلام. هكذا. من يفسر لنا هذه الصورة الجميلة؟ تقول سائدة: شبه الشاعر جفنه بطفل تهدهده الأحلام كأم رؤون. إجابة موفقة. إلى الصورة الجديدة من ألف أيضا، اقرأ يا يوسف. يقول يوسف: تنقلنا على جنح من الذكرى. نعم، تنقلنا على جنح من الذكرى. من يفسر لنا هذا التصوير الجميل؟ قالت منال: شبه الشاعر الأحلام ببساط الريح حيث يحمل الشاعر إلى وطن. ببساط الريح يا أولادي، هذا ورد في حكايات ألف ليلة وليلة، وكتاب ألف ليلة وليلة كتاب أخذ أو جمع أو حكى قصصاً عن أوطان كثيرة، فهو من نتاجات أدبية يونانية ومسيحية وفارسية. جميل. من أشهر القصص كتاب ألف ليلة وليلة قصص هارون الرشيد وحكاية السندباد البحري التي عملت في مسلسل كرتوني شهير لاقى يعني متابعة كبيرة، وكنا في زمن الطفولة من المتابعين لذلك المسلسل الرائع. نعم. جيم يداعبه سنة أمل، هيا يا عزيز. يقول عزيز: شبه الشاعر الضوء بطفل صغير يلاطف الشاعر. إجابة موفقة.
إلى السؤال الخامس، هيا يا سيلة تقول، أو هيا يا نهى تقول نهى: أكثر الشاعر من استخدام الضمير ناء الفاعلين في مثل نسيناهم، لما؟ هذا السؤال لم يرد هكذا في الكتاب، لكن غيرنا فيه بما ينفعكم يا أبنائي. أكثر هيا يا نهى من جديد: أكثر الشاعر من استخدام الضمير ناء الفاعلين في مثل نسيناهم، لما وليس سلام؟ يعني لأي شيء، يعني ما السبب؟ يقول عزيز: ذلك أن الشاعر يا أستاذ رأى أنه صوت جميع المغتربين في منافيهم بعيداً عن فلسطين، فهو صورة من آلامهم وحسرة من حسراتهم التي لا تنتهي إلا بالعودة. شكراً يا بني، إجابة لا غبار عليها. إلى صفحة أخرى، نعم، إلى عنوان جديد حيث اللغة. سنختار التدريب الثاني من هذا الجانب. استخدم من يقرأ، اقرأ يا منال: استخدم الشاعر في النص أسلوب النفي مرة بما وأخرى بلم، مثل لكل بمثال واحد. يقول عامر: أنا سأختار الأول. تفضل يا عامر. مثال ما قوله: ما نسيناه. شكرا لك، بارك الله فيك. من يختار لنا مثالا يناسب لم؟ تقول غيداء: أنا سأختار. تفضلي. تقول غيداء: لم أزل حيا. إجابة موفقة. أخيرا يا أبنائي، إلى هذه الباقة من هذه الأسئلة الختامية، هذه أسئلة إضافية أضفتها لكم من باب، يعني من باب الجمال، من باب أننا نبحث عن الجمال. اقرأ يا عامر. يقول عامر: الشاعر قلبه معلق بوطنه الصغير، أعرب المخطوط السابق، أو أعرب الجزء المخطوط السابق. من يحاول؟ يقول يوسف: قلبه من قلبه مبتدأ ثان مرفوع وعلامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره. جميل. وهو مضاف نقطة، والهاء هنا ضمير بارز متصل، قلبه مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. جميل. معلق خبر المبتدأ الثاني قلب، هو كذلك. هيا منال، ما إعراب هذه الجملة ككلمة واحدة أو بكلمة واحدة؟ قالت منال: والجملة الاسمية قلبه معلق في محل أو في محل رفع خبر المبتدأ الأول. يوسف، قل له بالله عليك أين المبتدأ الأول الكبير؟ قال يوسف: إنه كلمة الشاعر. شكرا يا بني، علامة الله. إلى الثاني، من يقرأه؟ يقول حسن: لتبقى لأهلك، لتبقى لأهلك عنوانا. نعم، عنوان خير يعني. صوب الخطأ الإملائي، هكذا قال غيداء. من يصوب لنا الخطأ الإملائي الذي ورد في هذه العبارة؟ قال عامر: لو أذنت لي يا أستاذ. تفضل يا عامر. قال: إن الخطأ الإملائي لا يلوح في قولك تبقى، وصوابه تبقى. ما سر ذلك يا حسن؟ قال حسن: قد هجمت لام الأمر على المضارع تبقى المنتهي بألف، نعم، مفتوح ماذا؟ ما قبلها. ففي وجود لام الأمر، أو إذا هجمت لام الأمر على مثل تبقى، فإن ألف تبقى تسقط بكلمة واحدة، و يمكننا أن نرسم فتحة على القاف. ها هي قد رسمت. وما دلالة ذلك يا نهى؟ قالت نهى: هذه الفتحة تشير إشارة قاطعة إلى أن المحذوف بعدها هو الألف. شكرا لك يا ابنتي. أخيرا، مثل بمثال، أو مثل من عندك بمثال واحد للمقابلة، يعني هل من عندك مثالا واحدا على المقابلة؟ هي يا عزيز ما بالك؟ قال عزيز: ما زلت أحفظ يا أستاذي قول علي محمود طه: أخي أقبل الشرق في أمة ترد الضلال وتحيي الهدى. جميل يا بني، ما هذا الكلام الطيب؟ أين المقابلة في هذا السياق الشعري الجميل من قصيدة فلسطين؟ يقول عامر في عجالة أنه يا أستاذ كلمة ترد وتحيي، فقد جاء الشاعر بكلمتين على الترتيب: ترد في المقام الأول، والضلال في المقام الثاني. هكذا سنرقمهما بهذا الترقيم، واحد اثنان. ثم فاجأنا الشاعر وجاء بالضد الثاني. لماذا؟ لكلمة ترد التي تحتل المقام الأول، جاء بالضد الثاني في المقام الأول
لمقابلة ترد هذا اللفظ الذي ورد في المقام الأول. ثم فاجأنا وجاء بالضد الثاني في المقام الثاني للكلمة، كلمة الضلال التي وقعت في المقام الثاني. فجاء الشاعر بترد والضلال، ثم أتى بتحيي تناسب ترد، وجاء بقول الهدى هو بمثابة الضد لقوله الضلال. فنحن ببساطة على ذلك أمام مقابلة، أمام محسن معنوي هو المقابلة. أرجو يا أبنائي لكم دوام التفوق والنجاح. هذا وبالله التوفيق لكم مني أرق المنى، بارك الله فيكم وجمعني وجمعني وإياكم على خير. شكرا لكم.